راديز ما شدينا شيء، ما فاتوا لنا شيء. المقدم اللي هنا في 44 قلنا اللي يعطيني المعاونة، قال لي التاحد لا مقدم اللي في القصبة ما اللي في القصبة ما نعطيك شيء. مشينا لعطاء القصبة طلبناه، قيدنا القيد، جيت نسوق له يامس، قلت لي الله يجازيك بخير، القيد لا مقيدني في المعاونة. واش انت دخلني جرني للقيادة قاعد يطحن فيا بالعصا، ها هو فكني المخزني وزرع لي هو. واليوم مشينا للعمالة والباشا وطلبونا على وجه الله ورموا لنا العار، وهو راه ما فيهاش غير كيدور في مديونة تماما. السلام عليكم المجموعين مكاملين، الله يجازيكم بالخير وحسن. رحنا ضعافة وفقراء وما عندنا شكارين، الله يجازيك سيدي محمد الزدادي، الله يدوز سيرفيسك على خير وبخير. رحنا خاوة، رحنا مساكين، رحنا ضعافة، واليوم ما كيغلبش النساء الواحد ويغلب عليه حشومة عليه من جيت الله تعالى وسبحانه. هذا شهر الغفران، هذا راه شهر التوبان، راه حشومة عليه، راه حشومة عليه، إيه راه غدا يتحاسب معاه في حق الله. الله يجازيكم بالخير والحسن، ورحنا ضعافة، رحنا ما عندناش وكارين، ها هما شافونا، رانا مريضة عام، هذا عمرني ما خرجت. وضاع في حقي خوتي، ما عطوني حقي، المخزن ما عطاني حقي، والحمد لله، الحمد لله، شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما كتشاهدوا معنا، هذا الراجل يعني شوف تبارك الله ما شاء الله في العمر هذا وكيتعرض للضرب والجرح يعني بشكل صعيب جدا، والسبب هو القفة الرمضانية. هاد القفة اللي كتجي من عدد المحسنين، يعني من المفروض أن توزع بالسوية، ما يكونش فيها التمييز ما بين فلان أو علان. لكن للأسف أن هاد السيد ما استفدش منها، فمن اللي بغى يطلب حقه اضطر على أنه يتكلم باش يجيب قوة البيت ديالو. هو الآن هاد البيت غير كاري، غير كاري، وعنده أسرة، عنده زوجته، عنده ولاده، ولاد ولاده، الله يحسن العون، الله يحسن العون صراحة. فمن اللي كيمشي يطلب حقه اللي هو عطي ليه الدولة، كيتعرض للضرب والجرح في هذا السن هذا. احنا ما نرضوش بهذه الأمور، احنا شفنا هذه الأمور، وصلنا للتصاور، وصلنا للمأساة اللي كيعيشها، جينا لبين النداء باش نتعاونوا معه، ولكن ما نرضوش كذلك. شوف السيد، شوف الأذى اللي تعرض ليه، هذا حتى واحد ما غادي يرضى به. كل واحد فينا يحط نفسه في مكانه، أنه في مكان الأب ديالو، ما يمكنش صراحة. صراحة الأمور والله العظيم لك نأسف لما نرى ونسمع صراحة. احنا ماشي ما تربيناش في هادشي، ولكن حشومة يوصل بنا الحال أن نتعرضوا للناس اللي قد بانا ولا قد جدنا ونتعرضوا عليه بالأذى. نعم 90 سنة، ما شاء الله 90 سنة ويتعرض لي إنسان بالضرب والجرح على قبل القفة، يعني خصي يصبر في حقه يحيدها ويعطيها لي. هذا مقدم علينا احنا كاملين، احنا نحيدوها من عندنا ونعطيوها لي، حشومه يبقى واقف حتى لو كان في الصف نقدموه في الصف، فكيفاش ناذيه ونضربوه؟ هذا الشيء والله الا حرام. وكتحكي الزوجه ديالو ان ولاده ان اليوم راه شويه، البارح راه كان في حاله الموت، البارح راه كانت حالته حاله يعني يرثى لها، حاله صعيبه جدا. فهذه رساله الله يجزيكم بخير. بالنسبه للطاعين في السن وبالنسبه للناس الكبار في السن، حاولوا ترحموا وترفقوا بهم، ونقولها لكل مسؤول، راه خاص هاد الناس المقدمين يدقوا بابهم، ماشي هو يمشي يدق، خاص هو يجي يدق بابه ويقلب عليه، راه ما اكثرهم، وقسم بالله ما اكثرهم، وعندهم كرا، عندهم امراض مزمنه، عندهم عائله، عندهم اسر، راه هادو هم اولى بالمعروف. الله يجازيكم بخير، حاولوا تتعاونوا معاهم، وخاصه كنقول هذه رساله لاعوان السلطه، الله يجازيكم بخير، كونوا رحماء بالعجزه، كونوا رحماء بالمعاقين، كونوا رحماء بالمحتاجين، طرقوا بابهم عندكم أجر عظيم عند الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله.